كل علاقة بين شخصين في لعبة السيطرة من شخص على آخر، ولما بنستعمل العنف هو لما ما بعود فينا نسيطر على الآخر إلا بطريقة التعنيف. التعنيف هو نمط حياتي بيتبع مراحل متتكررة دوامي. بالأول في ضغط نفسي وتعلية صوت، بعدين في العنف كعنف بحد ذاته، من بعده في اعتذار، ومن بعد الاعتذار في فترة هدوء لأنه منعتبر أنه هالشي ما رح يتكرر وأنه ممكن الأمور تصطلح، بينما الحقيقة الدوامة بتعود وبنرجع للضغط للتعنيف للاعتذار للهدوء من جديد، وهلو ما جرى لحتى يوصل واحد بالآخر يب يركع لسوء الحظ يبهج، والحالتين مش منيح. إذا كانت شخصية الرجل ضعيفة دغري الست بتاخد دورة، وهي بتعنفه لهدف بسيط لحتى تفهمه أنه يعمل اللي بده إياه، وأنه هي دايما على حق، بتزله بالمجتمع، بتشككه بإمكاناته برجوليته، حتى بتوصل لأوقات تستعمل رفضه للعلاقة الجنسية أو العكس تمام بتطلب منه أكتر وأكتر بطريقة أنه تخليه يشك برجوليته. في مرأة سلطوية بتركيبتها الجينية، الأسباب الاقتصادية، معاشها ودخلها وممتلكاتها أهم من معاشه ودخله وممتلكاته، سلطتها المهنية أو الوظيفية. المرأة مهنيا أكبر أقوى، والسلطة السياسية ما إلى من تنتمي وإلى بيئتها. لذلك المستفز هنا في هذا المقام والمعنفة في هذا المقام هي المرأة وليس الرجل. في إحصاءات عالمية بتقول إنه في 20% من الرجال هم من المعنفين، في إحصاءات محلية قمنا فيها نحن بدراساتنا اعتبرنا إنه في 10% قد أعلنوا أنهم معنفون، ولكن الحياء، مفهوم الرجولة، الكرامة الشخصية، هنالك عدة عراقيل معنوية ونفسية تمنع الرجل من البوح بأنه معنف. هنالك جمعيات كثيرة طلعت بالعالم وسوف تنقل إلى العالم العربي دفاع عن حقوق الأب، الدفاع عن حقوق الزوج، أي عكس الصورة النمطية، لكل شخص كرامته، لكل شخص حقوقه المدنية، بالرغم من الإحصاءات هي طاغية الآن أنه في الرجال هم المعنفون. نحن مش عم ننفي أنه هنالك تعنيف جسدي قاسي جدا وعلى الرجال أن يعاقبوا عليه أشد أنواع العقاب، نحن عم نقول نظرا للتوضيح العلمي أن هنالك رجال معنفين وعليهم علينا أن نطالب أيضا بحقوقهم، علينا أن نخرج من إطار رجل وامرأة وندافع عن أي إنسان معنف بغض النظر عن انتماءاته الجينية إن كان ذكر أم أنثى.